أو الدخان، الدخان الكثيف. لماذا هذا الدخان الكثيف؟ لأنه البطاطا احترقت. لحظة أفرجيكم عليها. شايفين؟ احترقت البطاطا والبيض والكوكب. لا يمكن لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. لا يمكن أن يتكرر هذا المشهد في كل مرة. هذه وصفة البطاطا المحروقة والبيض والبيض المحروق. ولا بيري عمل حسابك أنا بتحترق وما بعرف تأكلي محروق. هاي نهاية المسلسلات، هذه نتيجة المسلسلات. بيري حبيبتي سلق لك بيضة عنا بس احترقت، بتأكليها؟ كرامت بخير، رمضان كريم. الأفطار اليوم الخامس احترق، تمام؟ يوم الرابع سوري احترق. شلون غليان بعد عم تغلي في الحرارة. اذا هذا البيض المحروق، طريقة عمل البيض المحروق، نضع البيضات في الطنجرة والبطاطا ونروح نحضر مسلسل. طبعا بنحط البطاطا اول شيء بعد ما تغلي ساعة او نص ساعة، بنجي بنضيف البيض وبنروح نحضر المسلسل. فالمسلسل في دعايات كتير فبيطول ليخلص. نرجع ندخل على المطبخ بنلاقي الدنيا والعاني. رمضان كريم، باي باي، يا سلام. انا زعلان على القطط والله، سلقلهم بيض كنت. هلا ما بعرف اذا نكهة المحروق بتناسبهم. يلا مهم نفصل، باي. مساء الخير مرة أخرى، هذه هي وجبة البيض والبطاطا المحروقين. احترقوا معنا صح؟ اما يعني استنتجنا من الوجبة هيك ما بس ملح وبهار اسود وسمن بلدي. في ناس بيعملوا بزيت زيتون وخضار، يعني شوية نعناع، شوية بقدونس، شوية ورق فجل، شوية طماطم صغيرة، فليفلة صغيرة، خيار صغير. طلعي بيكونوا كونوا هلأ كمان موسم شتوي، ما لازم تاكل شيء بالشتاء ما نو موسمه. بس سبحان الله البندورة الواحد ما بيستغنى عن الطماطم يعني. ايه، فهي البطاطا المحروقة والبيض المحروق وجبة لذيذة عملوها لأطفالكم بينبسطوا فيها. انتوا لا تقولوا لهم محروقين، قولوا لهم مشويين، مشان يعني بس يحترق معكم طبخة مثل هيك. مثلا تاكلوا بيض مشوي، تاكلوا بطاطا مشوي، هيك بينبسطوا الأولاد. أما تقول لهم محروقين بيقول لك يا ما بدنا، تمام؟ إي والله ما أجانا شي اليوم يعني. إي لا، أجانا هدول الفواكه صحيح، لوز يعني وفريز حجم كبير، وتفاحة خضراء، وتفاحة حمراء، وتفاحة صفراء كبار. كبيرة ما شاء الله عليكم، شايفين كبيرة ضخمة. هذا جارنا في مزح بينه وبينه، يعني هو مثل انه جايبه يعني عم يقول لي انه الفريزات كبار. بيعرفني ما باكل فريز كبير انا اصلا، لانه انا زارع فريز عموما، بس انه يعني هني سمان مثلي سمونين، بحب يلسن علي، بعت لي رسائل هيك، عرفت كيف؟ لانه امبارح انا شو بعثت له بالصحن الفاضي، بعثت له اول امبارح، بعثت له مصاصات تبع اولاد صغار وبسكوتات فانا بمزح معه، في مزح بيننا يعني. فهو يعني مشان هيك كوني بعثت له مصاصات واكلات طيبه، بسكوت وشوكولا وهيك شغلات، عبيت الصحن هيك. فهو قام بعث لي هدول انصح تفاحات لاقيهم بالطريق بالسوق يعني، قام حط لي اياهم مشان يقول لي انه يذكرني انه انا زلمه سمون ومعجعج وهيك. ما بدي طول، افطارا شهيا وصياما مقبولا، كل عام وانتم بخير، وهذا يوم جديد الله يكتب لنا ويكتب لكم الاجر فيه، وشكرا. هات نشوف هيك، باي 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 باي، ما منطول عليكم، انتظرونا بكره باعداد اللون الاصفر. Ciao.